ها زينب ويش فيش؟ قالت ابو فاضل خلاص بتروح يا حبيبي. لحظة يا خويا انتظر، محلى جمالك يا البدر، ما اقدر اشوفه يعتفر، حيد لزينب يا القمر. لحظة يا خويا انتظر، محلى جبالك يا البدر، ما اقدر اشوفه معتفر، حيد لزينب يا القمر. اسمع وياي، لحظة بقبلها الجفوف قبل ان تقبلها السيوف، عباس لزينب تعوف، تبقى غريبة يا القمر. لحظة أباشم من حرق، بشبع منك وانظرك، بشتاق خويا المنظرك، من هو بعد مثل القمر، من هو بعد عينك لي، ومن هو بعد المحمل. اسمع، من هو بيكفى البت علي، ترضى أجانب يا قمر. اسمح لي بعوذ زندك، لا ينفصل عن يدك، ليا عسى الله يردك سالم يا عباس القمر. بعد اذا فيك تسمع، يلا اسمع وياي. صارت توصيه زينب، ابو فاضل لحظة بشم خدودك خويا وبعد الجودك، خلني بلف زنودك لا يقطعوها يا القمر. ولا تنسى خويا طاسك، وثقل بعد متراسك، ولا متك تحفظ راسك لا يفضخوها يا القمر. وتحام عينك بيدك، لا تكسر ظهري عضيدك، ويمكن الله ما تفيدك تحفظ عيونك يا القمر. وهالنهر حين الدخلة اذكر حسين وطفلة، وسكنة ورباب ورملة كلها تنتظرك يا القمر. بعد اخر وصية ابو فاضل، وسلم على امي الزهرة، سلم على أمي الزهرة، ولا تنسى بويا تخبرة، بنتك بقت من سترة لمن مضى وراح القمر، راح القمر راح القمر راح القمر راح. ألم المولاد وعباسا وحسيناً.